طيب نروح بقى لوزارة الصحة. ووزارة الصحة أعلنت الكشف على 3,400,000 مواطن خلال 14 يوم. ده اللي صرحت بيه واستعرضته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، واستعرضت الحقيقة تقرير عن مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف على عن الأمراض غير السارية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار 100 مليون صحة. وأوضحت هالة زايد في هذا التقرير اللي استعرضته امبارح أنه تم الانتهاء بالفعل من مسح أكثر من 3,400,000 مواطن بمحافظات المرحلة الأولى خلال 14 يوم عمل، منهم 170,000 مصابون بفيروس سي و160,000 بمرض السكر والضغط. وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه ابتدى علاج المصابين فورا وجاري استكمال عمليات المسح في المراكز المنتشرة على مستوى المحافظات. من جانبه أيضا أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بتقوم بجهد كبير جدا في هذا الملف بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أيضا أن إجراءات المسح المبكر بتقي الكثيرين من الإصابة بمرض الفشل الكبدي اللي يمكن يعني تم التوضيح يمكن تم توضيح هذه النقطة، نقطة الصحة أو الاهتمام بصحة المواطن المصري والكشف المبكر والتشيك أب اللي يمكن ما كانش عندنا ليه الثقافة قوي. وده ليه علاقة على فكرة بتحسين المستوى الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي وأيضا تحسين المستوى الإنتاجي في الدولة، يمكن في فقرات لاحقة هنشرح لكم بالتفاصيل إيه علاقته بالضبط. طيب